تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. هنأ خلاله سموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم. خلال الاتصال أبلغ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتهاني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فيما أبلغ سموه حفظه الله معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحياتي وتهاني سموه إلى أخيهما صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنيات جلالته وسموه لدولة قطر الشقيقة بالخير والنمو.